بشكرهم شكر جزيل لتعاونهم. أعتقد إنه الكلام اللي اتقال هنا واللي قابلت بيه بعض الإخوة من الميديا والصحافة ده مختصر مفيد، لأنه معايا أخويا العزيز الأستاذ علاء عبد الهادي نبهني النقطة مهمة إن الصحافة والميديا بتقتنع بالرسائل القصيرة، وأنا في رسالة قصيرة أقول لحضراتكم إن إحنا اشترينا الأرض دي من سبعينات القرن الماضي، كنا شباب، كنا في 30 35، احسبوها بقى وحطوا عليهم العمر من 35 أو من 30 لغاية النهاردة، بقى في كم واحد من الملاك حي، وبقى في كم وارث؟ هو ده اللي احنا بنقوله يا اخوانا. لو هم 3000 النهاردة، كمان أقل من 5 سنوات الملاك دول هيبقوا 15000. ليه؟ هدي مثال بسيط وبسرعة. أنا أختي مالكة قطعة أرض، كنت بقولها لعلاء بيمن لسه، توفى زوجها فورثت هي وابنها وبنتها وأم زوجها الله يرحمه، بأم كام؟ 4. توفت الأم، أم الزوج وليها 3 من الصبيان و3 من البنات، بقوا كام؟ توفوا 2 كمان لنا أن نعد. فالنهاردة يا أخوانا إحنا ناس عاوزين نمشي في الصح، واللي بيشدونا غصب عنهم اللي راحوا بنا غصب عنهم، لأنه ما عندوش، مش مالك، ابنه بقى عاوز يجوزه مش لاقي له يجوزه على بيه، مش كده؟ مش لاقي ان هو يلم ولاده وعنده أرضه يعمل ايه؟ لما يروح يبني يقولوا له انت مخالف، بيبني على أرضه. قلنا لهم طيب رحنا ظلمنا ب 310 عشان الصحافة والميديا تبقى وتبالها، عملوا لنا 310 على المتر ملكنا بأرض مسجلة، عبد السلام أبو العز بعلنا ولا يملك في الأرض قطعة، إذا كان له دور عندنا اللي هي المؤسسة، أنا بتكلم إن دي المؤسسة، إحنا محتاجين له فقط تنظيميا. وقلنا إحنا كنا مالكين في السبعينات، المدعي الاشتراكي فين؟ حط لي بتاعت المدعي الاشتراكي عشان ده مستندات هتشوفوها، تعالى جنبي، دي مستندات حضراتكم هتشوفوها. المدعي الاشتراكي أرسل لنا في الثمانينات علشان نروح نستلم أرضنا، هي دي العلامات اللي انتم شايفينها على الأرض، اللي ما حضرش أنا بقول له أنا شاهد، المدعي دعانا ورحنا حطينا العلامات دي في الأرض بإشرافه. عبد السلام أبو العز في الثمانينات دفع ضرائب عن الأرض ديت، ولما بقول كلام بقول كلام موثق، إذا هو كان مالك فعلي، عشان يدفع ضريبة لازم تكون مالك فعلي ومعاك مستند، معاه الناس القانونيين هنا يعرفوا هذا الكلام، إذا احنا ملكنا. جت علينا، جه علينا محافظ الجيزة وقال اللي تنضم المنطقة ديت إلى من ميدان الرماية حتى كيلو 28 وعمق 2 كيلو، دخلنا في القصة معاهم. راح الشيخ زايد جه علينا، يعني هو اللي جه علينا مش احنا اللي رحنا عليه، احنا المفروض ناخد منه احنا اللي نقول له انت منضم لينا، انما ماشي احنا منضمنا ليك، تعال ارفع علينا مساحية، جه رفع مساحية وتعامل معانا فرادة، اشمعنا في اللي تعامل معانا فرادة؟
وخد مننا من كل واحد فينا 500 جنيه عن الرف المساحي. طيب بعد كده انتوا بتقولوا لنا لا نتعامل مع ابو العز، نتعامل مع ابو العز في العام في الطريق العمومي، انما احنا الملاك اتعامل خد مننا احنا. وبعدين انت جيت في 2008 رحت مدي لاحدهم وبعضهم ترخيص، ترخيص موجود والراجل موافق ان هو يقول لانه مش مدالي ها لقطعه من القطع ب 2008 موجوده قطعه رقم. فالمهم ان اللي عاوز يصور انا جاهز الملف انه يصور تمام علينا عشان الناس تخلص. ايوه الجه جهاز معهد ايه؟ معهد بحوث الاراضي، بحوث الاراضي والمياه، حلل الارض ديت اللي بيقولوا عليها استصلاح زراعه، وقال دي لا تصلح للزراعه، اذا لارض بناء. وهل في ارض زراعه 150 متر و200 متر اللي سلمها لنا؟ طيب انت لو وافقتنا وخدت مننا ال 310 من خمس سنوات بقوا كام؟ 165 مليون. احسبوا وانت ايه؟ المرافق بتمر قدام، المرافق على ارضنا يا اخوان، المرافق بره قدامنا والناس بتوصل منها باهدار لمال الدوله. ومش موافقين ان هم يمشوا معانا في الصح. تعالى ده انا هديك 165 مليون جنيه على 310، يقول لي لا تدفع 1660 جنيه. يعني اللي عنده مثلا 500 متر يدفع كام على بيه؟ يدفع له بتاع 2 مليون بعد الخصومات والبتاع ده. انا بختصر لكم تماما، واللي عاوز باسهاب الملفات والورق يتقال. رحت قعدت اربع مرات مع الراجل المحترم المهندس ابراهيم محب، وكنا بنروح وعلاء بيه معايا بدون ميعاد، اقسم بالله بدون ميعاد، يقول لنا اتفضلوا. كنا ساعتها بنستنى لاخر مواعيده المحدده، وده احترام، ونخش نقعد معاه بالساعه والاثنين، ولما ما يعجبش القرار او ما نوصلش للنتيجه يقول السبت جاي يكون عندي، ويجيب لنا كافة رؤساء القطاعات ويقعدوا معانا ونعمل اتفاق مكتوب بإيدي موجود معايا موجود باليد، وده اللي لازم الميديا والصحافة تاخده باليد. المهندس نقرا التوقيع بتاع المهندس ابراهيم محيب لما قدمت له، قلت له احنا مظلومين، نفس الكلام اللي قلته لحضرتك. فقال مهندس خالد عباس مساعد الوزير، ارجو المتابعه والوصول الى حل عادل. وفي نفس وعلى نفس الشكوى بعت السيد المستشار ابراهيم اسماعيل والمهندس اللي انتوا عارفينه مجدي صراحات بتاع الشؤون العقاريه، الميديا عارفينه اعتقد، وبتوع الاراضي عارفين للعرض خلال، دي تاشيره المهندس ابراهيم محلب، لو حد عاوز يصورها يتفضل. تاشيره المهندس ابراهيم محلب بيقول ايه؟ للعرض خلال 72 ساعه مع حل لهذه المشكله، وافاد وكررها خلال 72 ساعة. كيف يمكن؟ بيقول إيه؟ كيف يمكن تقنين الوضع وفي نفس الوقت الحصول على حق الدولة؟ طب إحنا عاوزين غير كده؟ إحنا عاوزين نقنن الوضع والدولة تاخد حقها وإحنا ما نظلمش؟ ما نظلمش؟ آدي جيت بعدها قلت له يا فندم ما نفذوش. انا وعلاء بيه رحنا قعدنا معاه، فلما رحنا قلنا له ما عملوش، فقال السبت اللي جاي تكونوا عندي. وراح متصل بالمهندس خالد عباس وقال له جميع رؤساء القطاعات والشؤون القانونيه يكونوا موجودين عندي في مكتبي. واجتمعنا في مكتبه، وفي اخر الجلسه امسكنا في بعض بشده، خناقه
زي اللي بيتخانقوها كده في اي مكان على اساس حق وبنتكلم في حق، وهما بيقولوا احنا خايفين بصراحه، بيقولوا احنا خايفين، خايفين لالا نبص نلاقي نفسنا بكره بنتحاسب ان احنا رجعنا قللنا من السعر. فقلنا لهم لا، انتوا حمايتكم ان انتوا ما تتعاملوش مع المؤسسه، تتعاملوا مع مين؟ مع اللي ب 200 متر واللي ب 300 متر وال 400 متر. اذا انت هياخد ايه الريح من البلاط؟ ده احنا ظروفنا معروفه. فبالتالي عملنا له الطلب بالعرض على مجلس الاداره، راح موقع بالاتي: الطلب اللي احنا طالبينه عشان يحقق لنا طلبنا اللي قعدنا نتكلم فيه، قال للعرض على مجلس الإدارة القادم. أم قال رد مجدي فرحات وإحنا قاعدين بقول لكم بوقائع وناس أحياء ورئيس وزراء موجود، ما بنتكلمش في حاجة في السر. للعرض على مجلس الإدارة القادم بعد بعد ثلاث أسابيع ومضى عشان ياخدوا قرار فيه. الثلاث اسابيع، وفي اثناء الثلاث اسابيع طلع المهندس ابراهيم محلب ليكون رئيس وزراء. طيب لما بقى رئيس وزراء قلنا ده الموضوع بقى يمكن اسهل، لكن يعني للاسف ان كبار صغار الموظفين ما بيشوفش غير اللي فوقيه بس، كبار صغار الموظفين ما بيشوفش غير اللي فوقيه مباشرة، اللي كاتم على نفسه، بعد كده ما بيشوفش وبينسى اللي مشي. نسي رئيس الشؤون العقارية اللي اتقال، ونسي اللي عمله، ونسي الوعود اللي قالها، ونسي الايمان اللي قالها، ونسي الجلسات اللي كانت معانا، وتنصل. فضلنا على اتصال بيهم باختصار كل اللي بناخده حتى هذه اللحظه وعود، وان في لجنه منبثقه وفي لجنه منشقه وفي لجنه جاريه. اخر ما كلام كان بيتم، مش هقول لكم من نص ساعه، من اقل من نص ساعه، بنقول لهم احنا عاوزين نبقى زي لصوص الاراضي، احنا عاوزين نبقى زي لصوص الاراضي. لصوص الاراضي ها، خدوا الاراضي وحطوا ايديهم عليها، احنا مش واضعين يد، احنا ملاك، وحطوا ايديهم عليها وبيعاقبوهم انهم ياخدوا كام على المتر؟ 700 جنيه هنا. لا ماشي، هو ده خبر تاني اهو، يعني في تعب في شويه. على الفدان 2 مليون، وعلى الفدان 2 مليون، ده اللصوص. طب احنا موافقين ان نتعامل زي اللصوص، وخلونا نبني على ارضنا. ده ملخص للي انا يعني موجوعين بيه، او اللي كل من اخواتي هنا موجوع بيه. فبنقله للساده اللي لاول مره يسمعونا، احنا بنوصل صرختنا لكل من هو مسؤول فيك يا بلد، ان احنا ناس وطنيين وبدافع وطنيتنا اجتمعنا هنا، وبدافع وطنيتنا مش عاوزين نخالف، وبدافع وطنيتنا عاوزين نحمي ولادنا من انهم يتشردوا. لان الشاب لو ما بتلوش مكان يعمل ايه؟ معانا ستات جدع عشان ولادها عاوزه تبني، معانا رجاله شهامه عشان ولادهم عاوزين يبنوا، معانا شباب ورثه عشان نفسهم عاوزين يبنوا. طب ليه بتمنعوا ومش هتتكلف حاجه؟ ده انت الارض والميه واصله. ارجوك يا مسؤول يا اللي مدينا ودن من طين ودن من عجين، اسمعنا
وانصت لصوت الحق وعاوزين رقم عادل يرضي الله ويرضي رسوله على الأقل، على الأقل سوينا بتيامو سيتي اللي بعت لها الأرض مرفقة ب200 جنيه، على الأقل سوينا بدماك الاستثماري. أنا مش استثماري، أنا عاوز أبني لابني، هو ده كل اللي عندنا. وشكرا. إذا كان الأستاذ علاء عنده أي حاجة يفضل. من كتر المثل البلدي بيقول إيه، كتر الهم بيعلم البكر، فبقى بينافسني في شغلتنا والراجل يعني ما شاء الله أوجز وما ادانيش فرصة لأي حاجة إن أنا أقولها، فهو قال كل حاجة. بس اللي أنا عايز أقوله من اللي أنا شايفه في آخر 5 سنين إنه لا توجد إرادة حقيقية لدى أي حد من كبار الموظفين في الدولة لحل، لإيجاد حلول حقيقية. ناس بتطلع، وزراء بيجوا ويمشوا، وليس لديهم لا إرادة ولا قدرة على اتخاذ قرار. الموظفين الموجودين يعني أنا كنت بتكلم مع واحدة فيهم في يعني بإيديها القرارات، للأسف الشديد كل ما يهمها مخها رايح لحاجة واحدة بس، ان هي ازاي تعطل المراكب السائلة. فانا من هذه المنصة، احنا طبعا بنوصل صرختنا وصوتنا لرئيس الجمهورية، هو الشخص الوحيد انا على مستواي الشخصي الذي اثق فيه ان هو الوحيد اللي عنده يعني رغبة وارادة انه يجد يعني يحصل تغيير في هذا الشعب. انا بقول له انه هذه الثورة اللي احنا قمنا بيها في 25 يناير والثورة التي أتت به لم تترجم حتى الآن إلى أفعال في وزارة الإسكان وتحديدا المجتمعات العمرانية الجديدة. ببساطة شديدة هؤلاء القابعون على مكاتب وثيرة يطلبون من أي منا، لو احنا قلنا بنتكلم في متوسط مساحة 400 متر 500 متر يعني بيقول لي اجيب 1,000,000 جنيه ولا اكتر علشان اقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ابني، يعني معناها ايه؟ معناها ان انا يا حرامي يا اما انا طب ما اروح اشتريها من بره، هو بيعيد بيع ما املكه، بيعيد بيعه ليا باغلى من ثمن السوق. المشكله لما انا اتكلمت مع وزير الاسكان اكتر من مره قال لي يا اخي ما تقارنش نفسك بتيامو سيتي ومش عارف ايه، المهم وقت التقنين. طبعا المشكلة مش احنا اللي صنعناها، اللي صنعتها العجزة، اللي صنعها العجزة في مجتمعات العمرانية الجديدة، هم اللي صنعوا هذه المشكلة. محدش بيقرأ الملف، هم واخديننا على بعض شروة كده وبياخدوا من وش القفص، ما بيقراش، مش عارف طبيعة المشكلة. هو مجرد انه قدامه رقم، الرقم ده عشان ينزل انا ماليش دعوة مين اللي هينزل، فاحنا بنقول لهم اللي حضر العفريت يصرفه، مش مشكلتنا احنا. هو ما هي دي بقى الاشكاليه، ده مكمن المشكله. الرقم ده هم سنه 2011 في 2011 سعروا في ذلك الوقت بالسعر لجنه التسعير، لجنه التسعير، وهي دي المشكله الحقيقيه، انه بقيت قدام حاجه انت مش عارفه تحليها او هم مش عارفين يحلوها، ومحدش من الاخر محدش عايز يتطوع للحل حتى لا يتهم بانه له مصلحه. فأنا بقول إنه يا سيادة الرئيس، في ناس هنا شرفاء في هذا البلد عايزين يبنوا على أرضهم، لا سارقينها ولا واضعين إيديهم عليها ولا معتدين على أراضي زراعية ولا لصوص ولا ولد، الناس شرفاء بيطرقوا الباب. أرجوك 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 اسمع صوتهم واسأل في وزارة الإسكان وفي المجتمعات العمرانية الجديدة الناس دي بتصرخ ليه، لان احنا ناس شرفاء وعايزين نبني، والا البديل ايه؟ البديل العشوائيه، الدوله هي اللي بتنادي بالعشوائيه وبتشجعها. الناس اللي هنا دول كلهم شرفاء عايزين يبنوا على ما يمتلكون، على ارض يمتلكوها، واحنا مش احنا اللي شاريين من المجتمعات العمرانيه، المجتمعات العمرانيه جت علينا. الكلام ده لو يجي يقول لي والله انت خدت ارض زراعيه اشتريتها مني وغيرت النشاط، يا عم ما حصلش،
انا ما اشتريتش منك، ويوم ما اشتريت انت جيت عليا، ولما جيت عليا وكانت ارض زراعيه زي ما انت بتقول، احنا عندنا ورق بيقول ان هي مش ارض زراعيه، وحتى ان كان ده يا سيدي عاملني بقى زي الحراميه، انا عايز ابقى زي اللصوص، عاملني زي اللصوص. فارجو انه يعني احنا فرصه انه الزملاء في الميديا موجودين، احنا بنناشد رئيس الجمهوريه، وما اكثر المناشدات في هذا الزمن، احنا بنناشده ان هو يعني عن طريق اي جهاز من اجهزه الدوله يسمع، والناس دول بينصبوا ولا بيقولوا كلامها اهبل ولا 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 حقيقه الامر ايه؟ احنا في بلد قامت فيها ثورتين وما بنطلبش غير العدل. شكرا. في الجمعيات وضع تاني، الجمعيات وضع تاني انا ما اعرفوش، انما انا اعرف منطقتي. وبعدين عاوز اقول حاجه، احنا صحيح بنروح الهيئه او بنروح الوزاره او غيره، لكن ما حدش مننا معاه مفتاح للهيئه ولا الوزاره، البيبان كلها مفتوحه وعاوزين نساعد بعض ان احنا نروح للناس ديت ونعرف منهم. انما هو ما فيش حاجه اسمها احنا قدمنا خريطه ودفعنا عنها 527,000 وحصلها موجود هنا، دفعنا كل ال 5000 جنيه واللي اقل من 200 دفع 3000 جنيه. ف الخريطه لم تعتمد بعد، وكان الواجب انها تعتمد، انما هم عملوا ايه؟ قال لك مش هعتمد لك الخريطه الا لما تروح تدفع لي ايه؟ تحل لي مع الشؤون العقاريه اللي هو الكام؟ ال 1660 جنيه اللي هم لويين دراعنا بيهم، لان هو عارف ان هو لو اعتمد لي الخريطه بقيت انا ابني في مكاني وتبقى مخالفه ب 3 مليون. ولا مش مظبوط؟ هو ده الموقف. فيا اخي مفيش حاجه اسمها خريطه، واللي بينزل على الموقع خريطه عاوز يشعللها، واللي بيرد عليه عاوز يشعللها اكتر، وكلام كله ارهاصات في ارهاصات. فاحنا ناس بنقول الواقع واللي قدامنا. وشكرا. انا بس يا جماعه عايز اضيف لكم حاجه، احنا لازم نعرف، انا اسف ثانيه واحده اقول لكم معلومه اضافيه وبعدين نكمل. احنا واقفين فين دلوقتي؟ يعني احنا وصلنا لايه؟ اخر حاجه اجراء على الارض احنا عملناه انه الموضوع متحول للجنه لفض النزاعات في المجتمعات العمرانيه الجديده. ليه؟ لانه الوزير لما جاب النواب بتوعه قالوا له ما تقدرش منفردا تطلع قرار، ولا حد فينا يمتلك ده، لابد من اعاده الامر الى مجلس الاداره. مجلس الاداره ما عملش حاجه، فقالوا نحلها للجنه الخدمات اللي هي لجنه مشكلات الهيئه المجتمعات العمرانيه. اتحولت عليها وطلب الوزير تسعير عادل للموضوع بعده اراء من ضمنها لجنه الخدمات الحكوميه. لجنه الخدمات الحكوميه اكتشفنا كده بالخبره انها بتردش. يعني وزارة الإسكان تكلمها، هيئة المجتمعات تكلمها بينفضوا لهم. فكلموني في المجتمعات، إيه رأيك الاجتماع اللي جاي نعرض إن إحنا نقسط لكم الأرض المطلوب منكم؟ اللي ماسكة من مكتب الوزير اتصلت قالت لي أنا مكلفة إن أنا أقول لك نقسط لكم. قلت لها تقسطي لي إيه؟ تقسط ده غير المرافق. قلت لها تقسطي لي 1,000,000 جنيه اعمل بهم. طب ما هو ده طول عمر اللي ده الموجود، هو انت قدمتي لي عرض ايه؟ يعني وحصل تلاسن بيني وبينها، ففي الاخر ايه؟ قالت لي طيب قدامك الحل الثاني انك تنتظر رد اللي هي لجنه الخدمات الحكوميه. اللجنه دي معنيه بايه؟ بان هي بتتمن الارض التكمين العادي. لما سالت والعهد عليهم ان انا قلت لهم طب ما لما هتيجي النهارده هتقول لا ده 1,300 ومش عارف 1,360 ولا ايه، ده سعر قليل ده هتزوده كمان. فقالوا لي لا احنا مدين لها تاريخ النزاع من الاول للاخر، وبناء عليه بدايه التخمين هيشوفوا السعر المماثل في الوقت ده. اخر حاجه حتى قبل ما يبدا المؤتمر اللجنه الخدمات الحكوميه حتى هذه اللحظه ما ردتش. فأرجو إن لو حد فيكم عنده اتصال بهذه اللجنة يحرك الموضوع، يبقى هي
هي خلي بالك اصل ما هي برضو انا باعتبار ان انا صحفي ممكن اروح لاي حد، بس في بعض الاماكن بنخشى ان نروح لها. ليه؟ لان طبيعه عملها قريبه شويه من شغل القضاء. هو يعني هيجي يقول لي انت عايز ايه؟ انت جاي عايز ايه يعني؟ زي الخبير هو خبير زي حكومي. انت جاي عايز ايه يعني؟ ما هو زي القاضي دلوقتي. انا لا انا صاحب مصلحه وبتنازع مع الوزاره، الوزاره بتقول لي 10 قروش بقول لها لا ده قرشين، فروحنا لواحد بنحتكم له بس. شكرا. شكرا. اتعرف على حضرتك. اهلا يا فندم. ايوه اتفضلي. وزاره الاسكان طول الفتره دي كلها ما فكرتوش الجوله القضاء؟ هقول لحضرتك الجزئيه الثانيه من خلال حضرتك والمشوار الطويل ده، هل شعرت ان هي عمليه تيئيس لاجباركم على ترك الارض؟ هو سؤال ممتاز الحقيقه، وانا هبدا الاجابه من الاخر. كان في فتره ما كان مش شعور، دي كانت حقيقه، لكن بعد كده لما ابتدى انه يتحرك على الملف ظهر الايد المرتعشه. يعني احنا لما اتعمل لنا الارقام 310 في وقتها كان نوع من التعجيز، كان رقم مغالى فيه جدا. ف ايوه كانت العين على الارض، لكن اشهد ان ما حدش دلوقتي عينه على الارض، لكن الأيادي مرتعشة. بالنسبة للقضاء، الالتجاء للقضاء في الحالات دي يا أستاذة فردي وليس جماعي، وفي مننا لجأوا للقضاء، لكن أنا عاوز أقول لحضرتك إن العدل إنجاز، إنجاز في الوقت، والتأخير ظلم باين، ما حدش لسه وصل. تفضل. سمعت حاجه واخد حته عند شركه الاسكان. انا ممكن استاذن حضراتكم بحاجه، ممكن استاذن في حاجه، ان اذا كان في حاجه خاصه بنا احنا يا ملاك نخليها لبعد الساده الضيوف الصحفيين، لان احنا هنا موجودين علشان اخواننا من الميديا او من الصحافه يقدروا ان هم، لان احنا حافظين قضيتنا، فعاوزين بس ننقل قضيتنا للاخرين. اما بالنسبه لمواضيعنا فاحنا بينا وبين بعضنا بنلبس الشورت ونجري ورا بعض. اتفضل يا فندم. حضرتك ايوه فندم، تسمح لي اقول لحضرتك حاجه؟ يعني انت راجل شباب زي، بس اصغر شويه. انت فاكر الشقه بتاعت الوالد كانت بكام؟ يعني اسعار طبعا كنت رخيصه جدا مش كده؟ النهارده تمنها هو لا طبعا، ولكن في وقتها كانت غاليه. انا طلعت مش كده ولا ايه؟ انا طلعت في البلد قضيه، فحتى لو طلعت، حتى لو انا كنت خدتها، انا كنت بخدم في منطقه نائيه وكنت بنزل عشان ادفع ال 150 جنيه كل شهر وبيقسموا وسطي. بس حضرتكوا خدتوا الارض خلاص واشتريتوها؟ اشتريناها ملاك تاني زعروها. اديك قلت ادي ما انا عاوز، ما هو عشان كده احنا بنصرخ مع حضرتك. طب ما الايجارات القديمه انما احنا فيها الناس قاعدين يعملوا مشاكل كتير جدا ومع ذلك ما اترفعتش الايجارات القديمه. ايوه يعني قانون الايجارات القديمه تمام ما اترفعش. تمام. طب ما دام انتوا اشتريتوا في سنه 70 ايوه المفروض يستمر السعر خلاص، ما فيش كلام تاني بعد كده. ده مش بيسعر، ده بيعمل ايه؟ بياخد مقابل تحويل او مقابل خدمه بيسميها علاوه تحسين. علاوه التحسين حاجه كده يعني، انت عارف حضرتك ايه مقابل اي حاجه كده؟ ها مقابل زياده. شكرا. عفوا يا حبيبي، ربنا يخليك. حضرتك انا مدرس ثانوي بدرجه مدير عام. اهلا يا فندم. الفكره في ايه؟ ان انا ملاحظه ان احنا من سنين طويله، انا مثلا رحت مرسى مطروح مثلا السنه اللي فاتت،
لقيت البدوي بيبيع لي الارض ويقول لي صراحه كده حضرتك هتشتريها مني وهتعملي لي تشهير في المحكمه وبعد كده الحكومه هتبيعها لك وحضرتك تديها ثمنها. ايه يا جماعه ده؟ هو انا فين؟ انا من سنين طويله يا اما الحكومه تبيع لي الارض وبعد كده البدوي يقول لي دي ارضي انا مش دعوه بالحكومه واشتريها مني تاني، يا اما اشتري من البدوي وبعد كده الحكومه تيجي تبيعها لي تجد انها دخلت المرافق. هو انا فين؟ انا مش في بلدي؟ هو في ايه؟ تسمحي لي ارد على حضرتك في دي؟ منطقه مطروح انا مشتري زي ما حضرتك كده وبني هناك، ولكن مطروح منطقه ذات طبيعه خاصه وامور خاصه ما تنطبقش على يعني هي قايمه بدور البدوي بقى هي قايمه بدور البدوي حضرتك ان الارض اللي هي بتتكلم عنها الارض دي وضع يد، لكن الارض بتاعتنا ملك. برافو عليك. مسكن في الشهر الاحمر. برافو عليك برافو عليك. في فرق كبير. برافو عليك برافو عليك. الساده الساده حق الحكومه لان هم اتوضع اليد عليها من اللي هم البدويين وكانوا عايزين الحكومه تسوي الوضع بين البدويين وبين يا اخوانا اسمحوا لي مش عاوزين نتوه الساده لو سمحتم لو سمحتم مش عاوزين نتوه الساده الصحفيين والميديا في نقاشات جميله وحضرتك بس انا ما عرفتش العدد الاجمالي بتاع الملاك الملاك في الريفيرا 900 مالك 900 يعني ايه و900 اسره سميهم من فضلك سميهم 900 اسره لانه في متوسط خمسه ايوه انت عارفه حضرتك انا المعنى ايه من 900 اسره ليه؟ لان المثل اللي انا ضربته ان احنا اشترينا وانا عندي حوالي 30 35 سنه اشتريت الارض ديت النهارده مر من السبعينات لغايه النهارده قد ايه؟ وشوفي اجيال واجيال فاللي موجودين يمكن 20% احياء وربنا يديهم الصحه والباقي ورثه اتفضل يا فندم ابراهيم تركي من صوت الشرق الاوسط كنت بس عاوز اعرف فين يا فندم؟ ايوه اهلا يا فندم سياده اللواء اهلا يا فندم كنت عاوز اعرف مين الاشخاص اللي هم في الهيئات المتبادله العمرانيه اللي واقفين ضد الموضوع عشان احنا هنفتح النار عليهم طب تسمح لي بحاجه؟ اتفضل لا احنا مش بنفتح نار احنا بنفتح عوار بس اللي بيحصل ده مش كويس ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك انا كصحفي متضايق اكتر من الله يرضى عليك وفي نفس الوقت حاسس بالمكم وعلى فكره فاحنا بنبني أيوة. لاجيال بعدين الله يرضى عليك شكرا 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 اشرف بالاسم تاني ابراهيم تركي صوت الشرق الاوسط يا ابراهيم بيه اللي في هيئه المجتمعات العمرانيه اللي واقفين قدامنا بالمرصاد رئيس او نائب وزير الاسكان للشؤون العقاريه ده واحد وكان اسمه مجدي فرحات ولكنه ذهب واطيح بيه زي ما بيقول علاء بيه واتى مكانه ال 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 شخص اخر مش حاضرني اسمه دلوقتي ولكنه على نفس النهج ونائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه للتخطيط دي ست طيبه دماغها يعني الله يسامحها مش عندهاش استعداد للرحمة وبكل أسف نائب وزير الإسكان لرئاسة هيئة المجتمعات العمرانية عن لا فهم ووقف علاء بيه يحوشني وأنا أحوشه من التعامل معاه على باب الوزير محيى لا 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 بعد ما خلصنا جوه وكان بيهرتل
بهرتل وعملنا فيه على مرأة من الوزير، والوزير كان سعيد اللي بيتعمل فيه. عندي سؤال لسعادة لو يا فندم. أنا اسمي هشام موسى، وعايش في أمريكا بقالي 30 سنة. أنا شبيه. أنا بيه، وكنت بأمل إن أنا آجي وأبني بيتي وأرجع بلدي بعد 30 سنة ويكون عندي الفيلا بتاعتي زي أي مخلوق. فجيت لقيت واخدين الأرض بتاعتي، مكسرين البوابة، مكسرين الصور. يا مهاب، هما دلوقتي خدوا الارض بتاعتي، طلعت في التنظيم. فايه الحل دلوقتي؟ فاتني انا هرد على حضرتك في دي اهي. دي ارض اللي بيتكلم عنها هشام بيه موسى، دي الحقيقه. بدون، لو سمحت اكتبي يا استاذه، ولو سمحت وحضرات الميديا والصحفيين اكتبوا، بدون قرار ازاله، بدون قرار نزع للمنفعة العامة، بدون اختار زي ما بتقول الحاجة فاطمة، بدون اي شيء، بدون حق، هيئة المجتمعات متمثلة في الشيخ، في جهاز الشيخ زايد، نزلوا على الارض وخرطوا فيها كل الاراضي اللي حوالين. المفروض انه يعمل دي امتى؟ بعد ما يقنن، علشان احنا قاعدين في جوه الارض ديت 900، نعيد توزيع نفسنا تاني. انما انت رحت داخل على الارض بتاعت الملاك، الراجل ده يعمل ايه؟ يجي ياخد حته من عندي، ولا ياخد حته من عندك، ولا من عنده؟ يعمل ايه دوت؟ يروح يمسك في مين؟ بسال حضرتك في حاجه، رحت على، لابد انك تلتقي مع الاستاذ المحامي، وانا قلت الزميل ليك قبل كده، وتروح تعمل بلاغ في كل من الشيخ زايد، هيئة المجتمعات العمرانية، في وزير الإسكان، في عبد السلام أبو العز، في المؤسسة. جيت أعمل محضر، قداش يعمل لي محضر؟ أنا طبعا أنا مش جهة أعرف أعمل إيه، لكن أنت بتسمع صوتك للزملاء. دي حالة صارخة. في 77 قطعة، 77 قطعة، منهم الأخ والأخ والأخ، قلت له روح اعمل، اتفقوا مع بعض وروحوا اعملوا مع بعض دلوقتي. هو انا دلوقتي، لانكم انتوا سرقتم اللي انا شايفه، لانكم انتوا سرقتم اللي انا شايفه. ده مش حقك، ده حق ابنك وحق اولادك. اللي انا شايفه ان احنا نعمل نجمع امضاءات ونبعتها للرئيس السيسي، الرئيس السيسي عادل، وانا حاسس وعندي احساس ان هو هيحل المشكله دي. يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نجمع توقعات دي. نبعت صرخة كده. بص يا ست كل، معلش شرف الاسم. يا مدام مها، احنا بنعمل الخطوة ونقول يا رب. لأن احنا مش فوق قدامنا خطة، وما احناش عاوزين نقف ضد البلد. أنت عاوز تقف ضد بلدك؟ احنا عاوزين نعمل الصح في بلدنا، ولا مش مظبوط؟ وبنقول لهم يا اخواننا عاوزين نبني الصح، نعمل صح، ولا مش كده يا استاذ؟